عملت ايه يا ولا يا يوسف؟ نجحت يا ماما، الحمد لله. بجد الحمد لله، وطلعت من الاوائل كمان. يا ما شاء الله، الف نهار ابيض. روح يا ولا يوسف شوف مين. خير بتزغرطوا ليه؟ مين نجح؟ مين يا اختي اللي بيزغرط؟ محدش بيزغرط ولا حاجه. انا سمعت صوت زغاريد من عندكم. لا لا لا، مش من عندنا، يمكن من عند حد تاني. يمكن. قوليلي يوسف عمل ايه، نجح ولا ايه؟ لا يا اختي والنبي ما نجح، ده جاب ملحقين. ها؟ مين يا ماما اللي جاب ملحقين؟ انت ادخل جوه يا حبيبي. حاضر، بس انا بقول لك ادخل جوه دلوقتي. معلش ما حبيتش اضايقه. معلش يا حبيبتي، المره الجايه ان شاء الله يعوضها، السنه الجايه ان شاء الله. وانت عيالك عملوا ايه؟ نجحوا الحمد لله. الف مبروك يا حبيبتي. طيب انا هروح بقى، مع الف سلامه. ماما، هو انا جبت ملحقين بجد؟ لا يا حبيبي طبعا، انت نجحت وطلعت من الاوائل، بس انا بقول لها كده عشان عينيها وحشه. ازاي عينيها وحشه؟ ما هي عينيها كويسه. انت مش فاهم يا حبيبي، عشان انت صغير. عينيها وحشه يعني تحسدك، يعني تخليك تفشل بعد كده، انما يعني عشان بقول لها كده عشان ايه؟ تبعد عينيها عنك يا حبيبي عشان تفضل تنجح على طول. يعني انا ناجح الحمد لله. ايوه يا حبيبي ناجح الحمد لله. لما نشوف اخوك بقى هيعمل ايه؟ ان شاء الله ينجح يا ماما. يا ريت. بس ازاي وهو ما بيفتحش كتاب؟ مش عارف. روح يا حبيبي انت، يلا استريح جوه لحد ما احضر لك الغدا، وليك مكافاه عندي كبيره قوي. بجد يا ماما المره دي ولا زي كل مره؟ لا ان شاء الله المره دي هديك المكافاه. لما نشوف. هتشوف ان شاء الله في الاحلام ان شاء الله يا اخويا. كلام امهات. هي من امتى الامهات قالت على حاجه وعملتها؟ الواد سامر ده اتاخر كده ليه؟ ايه ولا الاخره كل ده؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت بلعب شويه. وحياه امك، مش انت ولا راح تجيب النتيجه اللي راح العب شويه؟ لقيت العيال بيلعبوا قلت العب معاهم. كنت عارفه يا ماما ان انا حريف في الكوره، فجبت جونين. يا ما شاء الله، وعملت ايه في الامتحان؟ جبت ايه؟ فرحني. هعيد يا ماما. هتعيد ان شاء الله الماتش؟ لا انا الماتش بكسب من اول مره، هعيد السنه تاني. يا حلاوه امك ويا فرحه امك بيك. ومالك يا ولا جاي منشكح كده ليه؟ اعمل ايه يعني، قضاء وقدر. وبعدين هم عايزيني اعيد السنه تاني. خلاص بقى، هم اللي عايزينك تعيد السنه ولا انت يا فاشل اللي ما بتفتحش كتاب؟ لا والله يا ماما فتحته. امتى ان شاء الله؟ كان في رسمه عجباني ففتحت الكتاب وجبتها وعملت عليها البتاع كده وشفتها وبعدين قفلته تاني. يا فرحه امك بيك. وبعدين يا ماما انا غشيت من الولد اللي كان جنبي، وهو اللي مش مذاكر كويس، انا اعمل ايه يعني؟ غشاش وكمان بجح. شفت اديك اهو غشيت، فربنا بقى عمل فيك كده، خلاك تعيد السنه تاني يا فاشل. وانا بس اعرف منين يا ماما ان هو مش مذاكر؟ حظ الزفت بقى خلاني اقعد جنب واحد فاشل. انت بجح كده ليه يا ولا؟ انت عارفه انا نفسي في ايه؟ في ايه يا ماما؟ نفسي اخدك على قفاك كده. لا يا ماما ما ينفعش، الضرب على القفا غلط. انا مش هديك على قفاك، ده انا بص مش هخلي فيك حته سليمه. ايه ده يا ماما، هتعملي ايه؟ مش انا اللي هعمل يا حبيبي، العصايه هي اللي هتعمل. ماما خلي بالك، انا معايا الرقم بتاع حقوق الطفل وممكن ابلغ عنك لو ضربتيني. بلغ يا حبيبي ان شاء الله، تبلغ البوليس. قال ايه؟ معاها رقم حقوق الطفل. قال هو انت طفل اصلا؟ سيبيني بقى يا ماما خلاص. اسيبك؟ اسيبك ايه يا ولا؟ والله ما انا سايباك. ما كانش امتحان، ده اللي هيخلينا نخسر بعض. سيبيني بقى. اخلص يا ولا، كلامك بيعصبني يا ولا، ما تنطقش تاني. مين بيرن عليا كمان؟ دي عمتك العقربه. قالوا يا حبيبتي لسه كنت بجف سيرتك. بالحلو ولا بالوحش؟ بالحلو طبعا يا حبيبتي، ده انت روحي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا قلت ان انا اتصل بيكي وافرحك واقول لك ان عيالي كلهم نجحوا ما شاء الله وطلعوا من الاوائل. شفت شفت يا ابن الجزمه بتغيظنا اهي. مبروك يا حبيبتي مبروك. وانتي العيال عندك عملوا ايه؟ ناجحين طبعا. الاتنين نجحوا ولا واحد بس يا ام يوسف؟ الاثنين طبعا. يوسف نجح ما شاء الله عليه وطلع من الاوائل، وكمان سامر نجح وطلع من الاوائل. اي حرام عليكي، انت لسه شفت حاجه؟ ده انا بص همرمطك. طب مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيكي. يعني سامر نجح؟ ايوه يا حبيبتي نجح. في ايه؟ يا ماما كفايه، انت قفشه حرامي. انت لسه شفت حاجه؟ طيب يا حبيبتي عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك يا حبيبتي. على السلامه. شفت شفت عمتك العقربه بتعمل ايه؟ جايه يا اخويا بتغيظني وتقولي ان عيالها كلها نجحوا وطلعوا من الاوائل، وهي عارفه ان انت فاشل. بتشمتها فيا، بتشمتها فيا يا ابن الجزمه. خلاص يا ماما والله هذاكر وهنجح. غصب عنك السنه الجايه تجيب لي بص درجات عاليه. ايه ده؟ في ايه؟ انت عامله في الواد كده ليه؟ ابنك الناصح الذكي اللي مش مبطل لعب يا اخويا، قال ايه هيعيد السنه. سنه ايه اللي هيعيدها؟ المدرسه. هيعيد السنه الجايه كمان، يعني ساقط. سنة جاية ايه يا ولية؟ احنا لسه في نص السنة. ايه؟ نص السنة؟ تصدق صح؟ امال هو بيقول لي ليه هعيد السنة؟ طب هو عيل صغير وقال لك كده، وانت يا ام دماغ. انا يا اخويا يعني صدقت الصراحة، يعني نسيت اعمل ايه يعني. انت ولا انت قلت لي ان انت هتعيد السنة. المثال قالت لي كده.
شفت الميس هي اللي قالت له كده، يبقى الميس عندها حق والواد ده فاشل. اي كفايه بقى، سيب الولا سيب الولا يا وليه يا مفتريه. بقول لك ده نص السنه، نص السنه يا اللي ما عندكيش دماغ. انت يا اخويا هتفهم اكتر من الميس، الميس قالت له ان انت هتعيد السنه. بتهزر معاه بتهزر. قوم قوم يا ولا اجري. هتروح مني فين الام دي؟ دي لو قفش حرامي ما كانتش هتعمل فيه كده. يخرب بيتك انت عملت ايه في الواد؟ بصي بقى واقف ازاي وماشي ازاي، بقى عايز ضبط زوايا. ان شاء الله هضربه لك في الجنب التاني عشان الزبط. منك لله يا مفتريه. والله لا بلغ عنك حقوق الطفل. يلا بقى عشان تبلغ كويس.